هنا قانون اوم فرق الجهد يتناسب مع شدة التيار في حالة ثبوت المقاومة، في حالة ثبوت المقاومة. انا لما كنت شارح في الاول معرفش، هنا تخيل دي ماسورة، شايف الماسورة دي فيها بيلي اللي هو الالكترونز نفسها، لو الماسورة دي افقي تماما البيلي ده مش هيتحرك او الالكترونز مش هيتحرك، عشان احرك البيلي ده اعمل ايه؟ اروح امايل الماسورة، تخيل ادي ماسورة اهي، رحت مميلها اهو، ادي الماسورة وادي البيلي جواها، تمام؟ ادي البيلي جواها. البيلي ده بيتحرك ازاي؟ كل ما ميل الماسورة اكتر كل ما البيلي ده بينزل بسرعة اكتر، يبقى كل ما فهمت. يكون فرق المنسوب اللي هو في الحتة دي الميل، كل ما يزيد الميل بتزيد نزول البيلي ده او الالكترون، لما يزيد النزول ده بتزيد شدة التيار اللي هي اي، يبقى اي يتناسب تناسب طردي مع مين؟ مع في من قانون اوم. بس احنا جينا هنا رحنا قلنا في معادلة الباور الاي يتناسب تناسب عكسي مع بي، وده صح بس في حالة ايه؟ ثبوت القدرة، ثبوت الباور. الله يفتح عليك. يبقى احنا خدنا زي اتفضل زي الدكتور في الترانسفورمرز لما نغير الجهد. ممتاز، هو ده هو ده. احنا في الترانسفورمر بايه؟ الباور ثابته، وبنلعب في البرايمري والسكندري بين الجهد والتيار. وبما ان انت قلت الحته دي لازم ننبه على كل الناس، خلي بالك خلي بالك يا باشمهندس، الترانسفورمر اللي انت بتقول عليه ستيب اب او محول رافع للجهد لازم تبقى عارف ان هو محول خافض للتيار. يا ريت نكتب القصه دي مهمه جدا هناخدها، لان في الفاير الارم بانل لوحه الفاير الارم هوريلكم الشكل بتاعها، في محولات عشان تغذي لوحه الكهرباء بتاكل وتشرب لازم تديها كهرباء، لازم تديها باور، تمام؟ عشان السنسورز دي تشتغل لازم تديها كهرباء. احنا بنشرح في الاول البيزك اللي هتساعدنا في كل الايتم اللي هو فهم فرق الجهد وشده التيار وليه سموه لو كارنت، هو هيبدا من هنا. لو انت بصيت في معادله الباور، لو انت بص الترانسفورمر عشان ننهي قصه الترانسفورمر لازم تبقى عارف ان المحول الرافع للجهد، الرافع للجهد هو محول خافض للتيار. من فين؟ من المعادله دي. ما انت لو الجهد ده ارتفع يبقى لازم التيار يقل، لان الباور ثابته. هو انت دلوقتي الكهرباء اللي بتدخلها على البرايمري او الابتدائي في المحول هي هي الباور اللي بتطلع في السكندري، خلي بالك ما بتتغيرش ما بتزيدش، بس انت بتغير شكل الباور. بعد اذنك يا دكتور، اتفضل. الباور والتردد كلهم ثابتين في المحولات. لا استنى بقى، اثبت اثبت استنى، خلي التردد على جنب، خلي التردد على جنب، لان موضوع التردد ده موضوع كبير، مش هندخل في التردد، لان التردد هندخل لان الشغل كله بتاع اللو كارنت مش مهندس هيبقى مبني على التردد، خلي بالك. فانا لسه هرجع للتردد، انا خليني بس ان المحول الناس تبقى عارفه، المحول اللي احنا بنسميه محول رافع للجهد او بيسموه بالانجليزي ستيب اب ترانسفورمر لازم تبقى عارف ان هو هو ده اللي بيرفع الجهد بيقلل التيار. من فين؟ من المعادله دي اهي، المعادله دي اساس الشغلانه بتاعتنا. والمحول الخافض للجهد لو الجهد قل يبقى التيار هيرتفع، تمام؟ في محولات لو انت عارف، ودي بيستخدمها في اللو كارنت كتير، محولات بيسموها ايزوليشن ترانسفورمر، خلي بالك الجهد اللي على الابتدائي هو هو الجهد اللي على الثانوي، فايدتها ايه؟ العزل بس. يبقى الناس بتوع باور عندهم محولات خافض للجهد ورافع للجهد، تمام؟ وفي محول اسمه ايزوليشن ترانسفورمر، محول عزل، بتلاقي جهد البرايمري هو هو جهد السكندري، تمام؟ وهنتكلم عنه ان شاء الله في الكورس المحول ده. انا عايز اقول هنا ببساطه ان الباور بي بتساوي اي في في، في حاله ثبوت القدره بيبقى الجهد والتيار علاقة عكسية. هسألكم سؤال، هسألكم سؤال، ايه علاقة التيار بالمقاومة؟ اهو علاقة التيار بالمقاومة، مش احنا بنربط بالمقاومة؟ لان في ناس خريجين هندسة ليهم 20 سنة عارف شوية القواعد. علاقة التيار بالمقاومة من قانون اوم اهو، في عكسية، في عكسية بس في حالة ثبوت مين؟ الفولت. يعني يا باشمهندس انت تغير الار معناها ان انت بتغير يا اما طول السلك يا اما بتغير مساحه مقطع السلك. ركز بالله عليك، ركز بالله عليك، لان في ناس مهندسين تقول له طب السلك الطويل التيار اللي بيمر فيه المفروض يبقى اصغر ولا اكبر؟ يقول لك مش عارف. طب الجهد مش هو عايز، انا عايز اربط الثلاث معادلات بي بتساوي اي في في وبي بتساوي اي في ار، والمعادله دي ار بتساوي روف ال على ايه، عايز اربطهم مع بعض كويس جدا.
زي ما حضراتكم تفضلتوا دلوقتي قلتوا التيار والمقاومه عكسي في حاله ثبوت الجهد، يبقى لازم الجهد يبقى ثابت ما بقاش متغير. يبقى التيار لما يزيد المقاومه تحصل لها ايه؟ تقل. او لما المقاومه تزيد المفروض التيار يحصل له ايه؟ يقل. يقل. طيب لما انا دلوقتي اطول السلك، لما ركز معايا، لما السلك يطول يبقى المقاومه هتحصل لها ايه؟ تزيد. تزيد. يبقى التيار هيحصل له ايه؟ يقل. يقل. تمام. طيب لو انا عايز امرر تيار كبير يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم اوسع مساحه مقطع الماسوره دي. يعني انت شايف الماسوره ايه؟ تمام. اهو زي واحد يقول لك في سلك 1 ملي وفي سلك 1.5 ملي و2 ملي و4 ملي، انت بلجأ وهكذا. الله يفتح عليك. انت بلجأ للسلك اللي مساحه مقطعه اكبر لما اكون عايز امرر تيار اكبر، لان لو مررت تيار كبير في سلك المقطع بتاعه صغير السلك هيحصل له ايه؟ هيتحرق. لان انت عارف وانا عارف ان الكابل ده اللي هو الماسوره اللي احنا بنقول عليها في الكترونز جوه. ببساطه الالكترونز دي بتعمل ايه بس مهندس ياو في الماسوره؟ بتخبط في جسم الماسوره، بتعمل احتكاك فريكشن بين البلي نفسه وجسم الماسوره. وانا هقول دلوقتي اكتبها عندك وبروزها. العدو اللدود لاي مهندس كهرباء هو درجه الحراره. طب درجه الحراره بتيجي من فين؟ بتيجي من الاحتكاك. يعني انت لو عندك 10 بليات هنا بس هيحتكوا بيخبطوا في جسم الماسوره بمقدار صغير. لو انا عندي 1000 بليه، 1000 بليه من الكور دي بيخبطوا في بعض وبيحكوا في جسم الماسوره، يبقى الاحتكاك هيبقى زياده. الاحتكاك هيبقى زياده يبقى هينتج عندك هيت، حراره زياده. الحراره الزياده دي هتسخن السلك. ولذلك انت السلك لما بيجي يمر فيه تيار كبير يقول لك الناس بره في السوق السلك حصل له ايه؟ ساح، اتحرق. اتحرق من فين؟ من زياده التيار، من زياده مرور وشده التيار داخل السلك. حصل احتكاك بين البلي ده وبين جسم الماسوره اللي هو السلك، وبين البلي نفسه اتولد عنه حراره. يبقى انت لما تكون عايز تزود مساحه مقطع السلك عشان تقدر تمرر تيار اكبر، يبقى ايه العلاقه؟ لما ازود مساحه مقطع السلك يبقى المفروض السلك التخين يمرر تيار كبير. يبقى انا كل ما يكون التيار المسحوب من الحمل، ولذلك احنا خدنا في ثلاث مراحل بنمر بيهم اللي هم مين؟ اهو السورس واللود والميديا. السورس واللود والميديا اللي احنا قلنا عليهم هنا في الاتصالات هنسميهم الترانسميتر والريسيفر، والميديا برضو بتبقى كابلات او واي فاي. خلينا هنا السورس واللود. هسال سؤال والناس تجاوبني عليه. مين بيحدد مين يا شباب؟ يعني هل الحمل بيحدد المصدر ولا المصدر بيحدد الحمل؟ المصدر. الحمل قبل ما تجاوب. الحمل يحدد المصدر. برافو عليك، ممتازين كلكم. الحمل، يبقى انا بناء، لو انا مثلا عندي غلايه شاي الحمل بتاعها 1 كيلو مثلا واط، يبقى هستخدم لها مثلا سلك سي مثلا 2.5 ملي. لو انا رحت جبت مكنه موتور مثلا بامب اللي بتشفط المايه دي تحت عندك في البيت، يبقى ممكن اقول لك لا والله ركب لها سلك 4 ملي. واحد تاني راح ركب التكييف الحصان غير التكييف 2 حصان، وهكذا. يبقى السلك كل ما بيزيد الحمل، تمام، بيزيد بناء عليه السلك، مساحه مقطع السلك. يبقى كل ما يكون هو الحمل بالنسبه لك ايه انت؟ الحمل بتمثله بايه؟ بباور. اي حمل يا شباب مش عباره عن باور بي بتساوي اي في في؟ مش الاحمال دايما بالفولت امبير او بالوات؟ بالفولت امبير. ايه الباور كونسبشن يا دكتور حبيبي، الله يفتح عليك. باور كونسبشن، استهلاكك للطاقه. استهلاكك للطاقه، هنا احنا في السعوديه بنقسم الاحمال يا شباب بالمره كده لنوعين من الاحمال. الاحمال الصغيره بتبقى حاجه بيسموها سنجل فيز. ناس معايا؟ الاحمال الصغيره بنسميها سنجل فيز. الاحمال اللي هو الكهرباء بتاعتها هنا في السعوديه كانت 110، وبقيت حاليا السنجل فيز كام؟ 220. تمام، سيبك من الارقام اللي مكتوبه دي هنا عشان ده حاجات. الكهرباء في السعوديه يا شباب يا اما 110، في بعض البيوت لحد دلوقتي بين اللاين والنيوترال. طبعا احنا عشان نفهم شويه كهرباء، في عندي السلك اللي بيدخل لي سلكتين، فرده حيه بنسميها، او بنسميها ال اللي هي لاين، كلمه لاين يعني فرده حيه فيها كهرباء، وفي طرف نيوترال ان اللي هو النيوترال الطرف المتعادل. تمام، غير الارث. خلي بالك الارث ده هو عباره عن طرف التأريض وبيوصل في جسم اللوحه او في جسم المكنه اللي انا اوصل بيها. المهم الطرف الجراوندنج. ايوه الجراوندنج. الطرفين الرئيسيين هم اللاين والنيوترال. اللاين ومين؟ والنيوترال. كان في السعوديه بين اللاين والنيوترال كان 110 الجهد. تمام،
وكان الثري فيز بتاعه 220. النظام ده شبه اتلغى خلاص، بقي حاليا بين السلكه والنيوترال، بين السلكه والنيوترال 220 الله يفتح عليك، والثري فيز 380. طبعا الكلام ده بقوله عشان تبقى عارف كلمه سنجل فيز وثري فيز، اهو سنجل فيز يعني ايه وثري فيز يعني ايه. بس احنا اللو كارنت ما بنستخدمش الثري فيز، احنا لو كارنت، لو كارنت هنشرح دلوقتي قربنا نوصل ليه بنقول عليها لو كارنت. طيب لانه يا دكتور الثري فيز ديليفر مور باور للاجهزه، بالضبط الاجهزه الكبيره يعني هتلاقي في الاجهزه الكبيره هتلاقي التكييف مثلا، التكييفات وخدها مني معلومه من واحد شغال في السوق اهو، التكييف لحد 5 حصان او 5 كيلو فولت امبير، لان احنا هناخد شويه كده الحصان في الكهرباء الهورس باور بيساوي تقريبا 1 كيلو فولت امبير، لحد التكييفات 5 حصان هتلاقيها سنجل فيز. لازم اي تكييف فوق ال 5 حصان او ال 5 كيلو فولت امبير تمام بيبقى 3 فيز، لان زي ما قال الباشمهندس كده بالظبط الباور هنا بالديليفر تمام باور اكبر في حاله 3 فيز، وده مش على المعادله هنا. فهمنا المعادله ان الار بتساوي رو ال على ايه، وعرفنا ان المقاومه بتاعه اي ماده بتعتمد على نوع الماده وبتعتمد على طول السلك وبتعتمد على مساحه مقطع السلك. خلاص دي اتعرفت. المعادله الثانيه الباور بي بتساوي اي في في، المعادله الثالثه اللي هو قانون اوم في بتساوي اي في ار. نرجع لمعادله الباور بي بتساوي اي في في، بي بتساوي اي في في. اسال سؤال لكل الناس يا باشمهندس، دلوقتي لما يكون عندك مثلا سي حمل ب 100 فولت امبير زي المثل اللي انا كنت كتبته ده، الرقم الاولاني اللي هو 1 و2 و4 ده اللي هو ارقام التيار، و150 و25 ده ارقام الجهد. هسال سؤال، في الواقع العملي لما نيجي ننفذ يفضل ازود التيار ولا اقلل التيار، وازود الجهد ولا اقلل الجهد؟ يعني انت لو قدامك خيارين انت هتجيب حمل 100 فولت امبير، هل يفضل تستخدم امبير 1 امبير وجهد 100، ولا تستخدم 4 امبير وجهد 25، ولا تستخدم مثلا ايه تاني عباره عن 5 في 20 المية دي، ولا استخدم 5 امبير وجهد 20؟ اللي هيجاوب على السؤال ده هيبقى ممتاز. اتفضلوا. معلش تاني عشان ترفع الجهد وتعطي الكرنت. ليه طيب؟ مين اللي قال ترفع الجهد؟ عشان اللوسس. عبد الله اللي قال صح؟ عشان اللوسس. مثل الترانسميشن لاين. ايوه. اللي تكون بين المحطات. اقلل اللوسس. نرفع الجهد ونقلل التيار. ممتاز. عشان تقلل اللوسس. عشان اللوسس. طبعا الراجل بيقول كلمة لوسس، كلمة لوسس عشان الناس تبقى فاهماها ممتاز. اللوسس اللي هي المفاقيد. المفاقيد دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا. خلينا نتكلم بالبلدي، انتوا ناس مهندسين، انا راجل يعني ايه فني ولا صنايعي في السوق، عايز افهم. انا دلوقتي لما اروح اجيب سلك بالبلدي كده يمر فيه 1 امبير، يعني انا عايز اجيب سلك رفيع تمام، انا بتاعته صغيره يعني 1 مللي 2 مللي، هروح اشتري المتر مثلا بريال، في واحد ثاني يروح يشتري امبير 5 امبير عايز سلك مثلا 10 مللي متر تربيع، فلما هروح اجيب المتر بتاعه ب10 ريال، يبقى انا دلوقتي بالبلدي كده بالبلدي يفضل عندي في كل التطبيقات حتى في تطبيقات الباور وفي تطبيقات اللو كارنت ان انا استخدم امبيرات قليله عشان اقدر انقلها بسهوله في اسلاك مساحه مقطع صغير. انا لو رحت جبت مثلا في سلك النت اللي انت شايفه ده، الناس اللي شغاله باور، الناس شافت كابلات الباور طبعا بره، كابل باور 16 ملي ولا كابل باور مثلا 300 ملي، كابل ضخم، عشان اروح امرر اشاره نت خلال هذا الكابل الضخم انا عايز اعمل كميه تمديدات ضخمه جدا عشان ادخل لك انترنت على جهاز كمبيوتر مثلا او عشان اشغل لك كاميرا، ده مش هينفع. ولذلك انت هتروح تلاقي الكابلات مثلا بتاعه اللو كارنت سيستم كلها هتلاقيها الامبير بتاعها صغير جدا. ولذلك احنا سمينا النظام، دي اجابة السؤال اللي من الصبح نحكي عنه، سمينا النظام لو كارنت، وفي ناس بتسميه لايت، لايت يعني خفيف تنفع برضو لايت كارنت، لان كل الاجهزة اللي بتستخدم في هذا النظام بتتعامل مع تيارات صغيرة جدا. يبقى احنا ايه الهدف؟ لوحة الانذار بتاع الحريق وحساسات الحريق والكلام ده كله بيتعامل مع تيارات صغيرة جدا بتبقى بالملي امبير مش بالامبير،
الكاميرات المراقبة بتتعامل بالملي أمبير، نظام التحكم في الدخول في الأبواب بيتعامل بسلك ملي أمبير، الإنترنت والتليفونات بيتعامل بالملي أمبير. يبقى النظام أو الجهاز أو الأجهزة اللي موجودة في هذا النظام بتاكل وتشرب بالبلد كده تيارات صغيرة في قيمة الأمبير، ولذلك سميناها لو كارنت. ما ينفعش نسميها لو فولتج، لأن الناس اللي دارسة باور، يمكن بمناسبة الرجل اتكلم عن الـ 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 اسمه ايه ده ترانسفورمر. الترانسفورمر على فكرة هو حلقة الوصل بين الميديم وبين اللو، صح؟ في حد مش عارف المعلومة دي؟ ترانسفورمر محول هو حلقة الوصل بين اللو والميديم. طب دكتور، هو انا قرأت مقال انه هو نفس الاكسترا لو فولتج، هي نفسها اللو كرنت صح؟ لا لا، اكسترا لو فولتج لا ملاش علاقه. اكسترا، بص، قصه الاكسترا لو فولتج احنا اكسترا لو فولتج لو انت تتعامل مع جهود، صح كلامك صح، لو انا عايز اتعامل مع جهود صغيره وتيارات صغيره ماشي ينفع، مفيش مشاكل. انا بتكلم ان هو مش لو فولتج، لان اللو فولتج بيبقى التيار بتاعه عالي. ادي كابلات الكهرباء اللي انا بتكلم عنها، زي ده مثلا، ده كابل كهرباء، معقولة هستخدم كابل زي ده في ان انا اوصل كاميرا مثلا؟ انا جاوبت على اول معلومة. الكورس ليه احنا بنسميه لو كارنت؟ لان هو بيتعامل مع تيارات صغيرة جدا. تمام، الاجهزة المستخدمة في هذه الانظمة بتستخدم او بتستهلك جزء صغير جدا من التيارات. ممكن التيارات اللي انا بستخدمها دي، تمام، بقدر امررها في اسلاك، مساحة مقطع السلك بتاعها بيبقى نص ملي مثلا، وبالتالي انا بستخدم لو كارنت وليست لو فولتج. وليه كارنت؟ لان احنا قلنا يعني ايه الفرق بين الكارنت والفولتج، واحنا قلنا معادله الباور بي بتساوي اي في في، وقلنا البي بتساوي اي في في. دي عباره عن معادله مهمه جدا. انا في حاله ثبوت القدره اللي هي الباور، بيبقى عندي التيار والجهد علاقه عكسيه، فلما يزيد الجهد بيقل التيار، وبالتالي الانظمه دي بتستخدم تيار صغير جدا. الكورس ده هيفيد مين بالتفصيل؟ يعني انا لو انا مهندس شغال في مكتب استشاري، او شغال في شركة مقاولات، او شغال سبلاير، او ممثل المالك،